خلصنا كده الجزء بتاع الفسيولوجي، ندخل بقى على الجزء بتاع اللي هو، او ندخل على الفارماكولوجي بقى بتاع السكس هرمونز اللي هي الاستروجين والبروجستيرون والكونتراسبتيف بيلز، وقد يكون ده الجزء اللي انت محتاجه في الفارماكولوجي. نبتدي بالاستروجين باعتباره البرايمري هرمون. البروجستيرون هو الاخ الاصغر يعني المساعد للاستروجين، انما هو ده الاصلي، هو ده اللي بيعمل الشغل كله. هبتدي معاك اخد الاستروجين واحده واحده كده، نتكلم بقى فارما، نتكلم على السورس والكيمستري، الميكانيزم اوف اكشن، الفارماكوكاينيتكس، الادفيرس افكتس بتاعته، استخداماته، وهكذا. ثم نروح للبروجستيرون، وبعدها نروح للهرمون الكونتراسبشن. بالنسبه للسورس اند كيمستري بتاعه الاستروجين، انا عندي مصدرين للاستروجين. عندي مصدر اللي هو الناتشرال اللي في جسم الست، وعندي استروجينات احنا مصنعينها بقى في الايه، في الشركات، في المصانع، يسموها سينثيتك استروجينز. الناتشرال استروجينز الاول كده جايه منين؟ انت عارف بقى ان المصدر الاساسي هو الاوفري، يبقى ده رقم واحد. انما ما تنساش ان ممكن الاستروجين يجي من مصادر اخرى، وان كانت قليله، انما لا تهملها وما تنساهاش. ممكن الاستروجين برضو يجي من الادرينال جلاند، شويه صغيرين. ممكن كمان يجي من الاديبوز تيشو، ما تنساش المعلومه دي ابدا. يبقى انا عندي ثلاث مصادر للاستروجين في جسم السيده: الاوفري بشكل رئيسي، ثم الادرينال، ثم الاديبوز تيشو، في وخصوصا بقى في الناس اللي هم الكبار، في الستات الكبار في السن. التلاتة اورجانز دول يا شباب لما بيجوا يصنعوا استروجين، ما بيصنعوش استروجين على طول كده. انا لسه قايل لك في الفسيولوجي من شويه ان الاستروجين لما بيجي يتصنع، هو بيتصنع الاول في صوره، بيبقى يعني لازم يمر بالمرحله بتاعه التستوستيرون. يعني هذه الاورجانز كلها لازم علشان تصنع استروجين، لازم تصنع الاول الايه، الاندروجين اللي هو التستوستيرون، ثم بمساعده الانزيم اللي اسمه اروماتيز انزيم اللي انا لسه مكلمك عنه حالا، يتحول التستوستيرون ده الى، يحصل له أروما، حاجه بيسموها اروماتيزيشن، فيتحول الى الهرمون اللي اسمه استروجين، اللي مش استروجين بقى، هرمون اسمه تحديدا اسمه استراديول. لان حضرتك لما بتقول استروجين، الاستروجين ده اسم عام، يعني زي ما كنا زمان نقول ايه، ديجيتاليز. الديجيتاليز ده كلمه عامه تشمل ديجوكسين، ديجيتوكسين، اوابين. انما نفس القصه برضو، الاستروجين ده اسم عام. عندنا انواع كتير قوي من الاستروجين. النوع الاساسي اللي موجود في جسم السيده هو النوع اللي اسمه استراديول، اللي هو جاي من التستوستيرون. هو ده الميجور فورم اوف استروجين في الدم عند الست. ممكن بقى الاسترادايول ده في البريفرال تيشو في الليفر يتحول لنوع تاني من الاستروجين برضو اسمه استرون بالنون، وممكن يتحول الى نوع ثالث من الاستروجين اسمه استرايول باللام المره دي. يبقى انا كأن دلوقتي عندي ثلاث انواع من الاستروجينز. يعني كان يصح ان احنا نكتب هنا استروجينز بالاس، لانهم مش حاجه واحده. استرادايول ده الاساسي، ثم يتحول الى استرون او استرايول، والثلاثه يعني اسمهم استروجينز. عايز بس هنا الفت نظرك او اسالك بعض الاسئله اللي ممكن ممتحن ايه يصطادك فيها. نمره واحد، لو سالك what is the major source of estrogen، اديني جاوبتك الاوفري. طيب what is the major biological form of estrogen، اديني جاوبتك الاستراديول. طيب الست بقى اللي هي بيسموها بوست مينوبوزل، بوست مينوبوزل اللي هي عدت مثلا نقول سن الخمسين تقريبا مثلا، بوست مينوبوزل يعني خلاص ما عادش بيحصل لها من استرويشن، والاوفري ما عادش شغال عندها. يبقى بكده مين بقى مصادر الاستروجين في جسم الست البوست مينوبوزل؟ لم يعد لها مصادر غير اما الادرينال او الاديبوستيشو. وسواء كان ادرينال او اديبوستيشو لازم برضو يتحول الى، يعني لازم يتصنع الاول في صوره تستوستيرون، ثم يحصل له اروماتيزيشن، وبعدين يتكون الحاجات دي. يجي السؤال اللي بعد كده يقول لك طيب الست اللي هي البوست مينوبوزل دي اللي هو الميجور سورس عندها للاستروجين، ما عادش الاوفري، لا ده عاد الاديبوستيشو او الادرينال، وخصوصا الاديبوستيشو. مين اكتر هرمون من الثلاثه دول الاقيه في جسم السيده اللي هي البوست مينوبوزل؟ الاجابه الاسترون، ده اللي هو اللي كان اسمه اي واحد ده. افتكرها عشان يعني ممكن دي الحكايه دي تفكرك. بوست مينوبوزل فيها حرف نون ان، استرون في حرف نون برضو الوحيد فيهم اللي ان، يعني استراديول ما فيش ان، استرايول ما فيش ان. يبقى البوست مينوبوزل الان دي تفكرك بكلمه استرون، يبقى ده الايه، الميجور فورم اوف استروجين او الاستروجين الرئيسي في جسم الست اللي هي البوست مينوبوزل. كده قلنا ثلاث اسئله. السؤال الرابع، كانوا يسالونا بتوع الكيمياء زمان ويحيرونا، يقول لك ايه هو ليه سموا الاستروجين او الاستراديول الرمز بتاعه في الكتب دايما اتكتب اي كابيتال كده وجنبها 2 اي 2.
الاسترون اي 1 الاسترايول اي 3، يعني ليه ما سموش ده اي 1 مثلا باعتبار ان هو ده اول واحد بيتكون ثم دول بيجوا منه، فكان المنطق ده يبقى اي 1 وده اي 2 اي 3. فكانت الاجابه كيمياء الحقيقه، يعني كانوا يقولوا لنا بصوا على مجموعات الهيدروكسيل جروبس اللي هي الاو اتش جروب، يعني بص كده على مثلا ايه ادا الايه الاسترادايول في كم مجموعه او اتش، ادا واحده ادا اتنين فعشان كده سموه اي 2. تعال للاسترون اللي هو في الايه بيبقى في الجسم الست البوست مينوبوزال سموه اي 1 في كم مجموعه هيدروكسيل، لا واحده عشان كده تسمى اي 1. استرايول عد معايا كده ادا مجموعه او اتش ادا مجموعه او اتش ادا الثالث يبقى 3 فسموا الاسترايول اي 3. كانك اذا حد بتاع كيمياء يعني بايوكيمستري وعايز يعني ايه يختبر بقى ات اني ليفل يو ار يعني مستواك واصل لحد فين، جايز يلطشك حاجه كيمياء كده مش يعني هو مش هيحاسبك عليها قوي انما جميل انك تجاوبها. نروح بقى للايه للحاجه اللي اسمها سينثيتك استروجين. اول سؤال بقى ده يخصنا انا كبتاع فارما، يعني هساله لك اقول لك طب وايه اللي يجبرني ان انا اعمل سينثيتك استروجين من عندي حاجات ناتشرال، ايه اللي هيخليني اروح لان انا اصنع؟ الاجابه بسيطه جدا، الناتشرال استروجينز دي يا شباب قد يكون بعضها في مشكله شويه في الابزوربشن، يعني هي بيحصل لها ابزوربشن لكن مش بنسبه كبيره، او قد يكون الهاف لايف بتاعها قليل شويه، فانا عايز اعمل اشكال اخرى من الاستروجين لكي احصل على ما يطلق عليه في الفارما عندنا امبروفد فارماكو كاينيتك بروفايل. يعني ايه؟ يعني احصل على ابزوربشن كويس، احصل على دواء بيتوزع في الجسم كويس، احصل على دواء مدته في الجسم تفضل مثلا اكتر من 13 او 15 او 20 ساعه وهكذا. يبقى هذا هو السبب وراء ان انا بصنع استروجينات كتير. عندنا انواع كتير جدا من السينثيتك استروجين، انما انا هنا مش عايز اطول عليك، انا هقول لك ثلاثة فقط، الثلاثة المشهورين، وحتى لو رست على انهم يبقوا اثنين كفايه قوي انك تحفظ اثنين مشهورين جدا وممكن يجوا لك في الام سي كيو. الاولاني ده اسمه او المشهور جدا اشهر سينثيتك استروجين اسمه ايثينايل استرادايول. هو استرادايول ده بس حطوا له ايه في الجنب كده سايد تشين سموها ايثينايل جروب فسموه ايثينايل استرادايول، مشهور جدا وبيجي في الام سي كيو يعني طول النهار. عملوا نوع تاني اسمه مسترانول برده حاجه شبهه كده برده، عملوا حاجه ثالثه برده شبيهه ومشهوره برده جدا اسمها داي ايثايل استلبسترول. عندي كام نوع كده من الايه او يعني ثلاثه المشهورين ايثينايل استرادايول مسترانول داي ايثايل استلبسترول. ليه بنقول الثلاثة دول؟ لأنه في الام سي كيو انا شفت ام سي كيو كتير جدا والطلبة للأسف بيغلطوا فيه يعني حاجات ما يجبش ان الطالب يغلط في معلومة صغيرة زي دي. يجيب لك مثلا ام سي كيو يقول لك which of the following is not natural مثلا وحط لك الثلاثة دول وواحد من دول، او العكس يقول لك which of the following ايه مثلا استروجين is natural هرمون وموجود في جسم الست natural يحط لك الثلاثة دول او واحد كمان معاهم رابع ولا خامس ولا سادس انما يحط لك معاهم واحد من الايه الناتشرال. يبقى لازم احفظ الثلاثة الناتشرال وات ليست لازم احفظ الثلاثه اللي هم السنسيتك دول واكثرهم على الاطلاق شهره هو الايثينايل استرادايول، ياتي بعده في الشهره الداي ايثايل استلبسترول. عندنا بقى انواع تانية من الاستروجينات لا تدخل في الطب ما نقدرش نتكلم عنها، يعني مثلا عندنا صناعات البلاستيك مثلا فيها يعني الملوثات اللي في البيئه دي فيها استروجينات كتير، بعض الاكل مثلا زي فول الصويا وزيت الصويا فيه استروجين، بس دي حاجات مش طب يعني ما تلزمنيش انا كراجل بتاع فارما، يعني احنا نتكلم على الادويه اللي موجوده. ندخل على الفارماكو كاينيتكس اوف استروجين. انا الحقيقه بشرح الفارماكو كاينيتكس عشان اوصل لحاجه انا شرحتها لك زمان في شابتر الجنرال برينسيبلز، انما انا طبعا عارف ان انت بتنسى يعني احنا فين والبرينسيبلز دي كانت فين. كنا مره شرحنا فيديو كده كامل عن درس اسمه ميتابوليزم اوف دراجز وشرحنا موضوع طويل اسمه كونجيوجيشن، وانا ضربت يومها المثال بالكونجيوجيشن في الايه في الفيديو اللي فات ده بموضوع الاستروجين. اديني بقى هفكرك بالكلام اللي انا قلته في الفيديوهات القديمه بتاعت الايه بتاعت الجنرال برينسيبلز. الاستروجين يا شباب انا ما عنديش مشكله رئيسيه في الابزوربشن، يعني ممكن حضرتك تدي استروجين بشكل اورال، ممكن استروجين بشكل كريم، ممكن حقن، ممكن اي صوره من الصور، يعني ما ليس عندنا اي مشكله. وبالمناسبه اي هرمون في الدنيا تركيبه ستيرويد، ستيرويد يعني الرنج اللي انت شفتها من شويه دي بتاعه الاستروجين اوريها لك كده، اي هرمون في الدنيا تركيبه الرنج دي اسمه ستيرويد هرمون وانت مغمض كده ما فيش مشكله خالص في الابزوربشن، يعني يمكن امتصاصه من الاورال من السبكوتينياس ممكن توبيكال ممكن انجكشن وهكذا.
فالاستروجين ينطبق عليه نفس الكلام، وهو من الهرمونات اللي هي ما عندناش مشكله خالص الابزوربشن. يوصل بقى الاستروجين لحد الانتستين. من اول هنا بقى الملاحظات اللي انا عايز اقولها لك. وصل الاستروجين للانتستين، يقوم يحصل له ايه؟ يحصل له ابزوربشن، يروح على الليفر. طبعا هو مش هيروح على الليفر على طول، هو يروح للتيشوز طبعا، يتوزع في التيشوز ويعمل بيولوجيكال افكت ويعمل شغل كتير جدا، وفي الاخر يتلم ويروح للليفر عشان يحصل له ميتابوليزم. يجي الليفر يعمل ميتابوليزم للاستروجين، فالحقيقه الاستروجين بيغلس جدا مع الليفر، لان يعني بيجي يعمل له الاول اوكسيديشن، بيحتار في هيدروليسيس، لا ما ينفعش ريدكشن، ما ينفعش. يقوم الليفر، هو الليفر لازم يحوله لايه؟ لماده ووتر سوليبل عشان يتخلص منه عن طريق الكدني. فلا يجد الليفر اي مخرج ولا اي حيله غير انه يشبكه في جزء كبير كده اسمه ايه؟ اسمه جلوكورونيك اسيد. هذا الجزء اللي اسمه جلوكورونيك اسيد ووتر سوليبل. انما الاستروجين هو الليفر ما كسروش ولا حاجه، هو الليفر مش قادر يعمل حاجه فيه، مش قادر لا يعمل له اوكسيديشن ولا قادر يعمل له حاجه، فبيضطر يعمل له الحركه دي اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها كونجيوجيشن. هتسالني تقول لي يعني كده الاستروجين بيورلي بيحصل له ميتابوليزم بالكونجيوجيشن؟ لا، بيحصل شويه اوكسيديشن برضو، انما الميجور باث واي او ميتابوليك باث واي اوف استروجين يعتمد على الخطوه اللي انا قلتها لك دي. يجي الليفر كده يقوم شابكه في الجلوكورونيك اسيد ويقول له يلا بالسلامه بقى على ايه؟ على الانتستين، خلينا نخلص منك. ينزل الاستروجين في الانتستين بالشكل ده اللي هو الكونجيوجيتد استروجين. تحصل بقى المفاجاه الاتيه: عندك هنا في الانتستين البكتيريا اللي اسمها بكتيريا فلورا، اللي هي الاف الانواع اللي عايشه كومنسال. تقوم البكتيريا فلورا دي جاي لها الاستروجين شابك في الجلوكورونيك اسيد، تقوم كسره البوند اللي ما بينهم، تقوم عامله كده جايبه مقص وتقوم قطعه البوند اللي ما بين الجلوكورونيك اسيد والايه؟ والاستروجين. او بلفظ علمي تعمل حاجه بيسموها ديكونجيوجيشن. كده رجع الاستروجين حر كما كان، والاستروجين ما زال استروجين، لم يتغير، ما حصلوش اوكسيديشن، ما تكسرش. اذا الاستروجين ممكن يحصل له امتصاص مره اخرى لانه رجع تاني الانتستين كما بدا، فيحصل مره تانية امتصاص للاستروجين، يروح برضو يلف في التيشوز وبعدين يرجع للليفر. الليفر يقول له احنا مش لسه احنا شغلانه هي، احنا مش لسه رامينك حالا وعاملين كونجيوجيشن. يقول له والله اللي حصل بقى النصيب، ادين رجعت لك. يقوم برضو عامل كونجيوجيشن ورامي. تقوم البكتيريا فلورا هترجع. طبعا البكتيريا فلورا لما بتعمل دي كونجيوجيشن ما بتعملش دي كونجيوجيشن ل 100% من الكميه، لجزء وفي جزء بخرج. انما تفضل بقى القصه دي كده، الاستروجين كل ما ينزل يرجع تاني للدم ثم للليفر، ويترامى ثم للدم ثم للليفر، يفضل يلف في موال طويل ودوره طويله بيسموها انتيرو هيباتيك سيركيوليشن. هذه الحكايه اللي انا شرحتها لك مسؤوله عن كون الاستروجين اللي انا بديه للسيده حبايه واحده في اليوم، انما هذه الحبايه مدتها قد تصل الى 20 ساعه. مع ان انت لو سالتني هو الهاف لايف او اللي يعني الاستروجين فعلا بيترمى بعد قد ايه؟ لا، ممكن يترمى بعد ساعتين بعد ثلاثة. الامال ايه اللي بيخليه يفضل في الدم لمده 20 ساعه؟ الحكايه دي حكايه الانتيرو هيباتيك سايكلينج دي. وخدها قاعده مني بقى من هنا برضو لاخر العمر، اي دواء يحصل له انتيرو هيباتيك سايكلينج غالبا بيبقى له لونج ديوريشن اوف اكشن. قلت لك زمان بقى ان بعض الاطباء يعني بيعمل غلطه صغيره ما بيبقاش واخد باله منها. بتجيله سيده مثلا بتشتكي من سيده هي في التشايلد بيرنج ايج، يعني مثلا سنها 25 سنه 30 سنه، متزوجه، وبتشتكي مثلا من انها عندها شيست انفكشن ولا يورينري تراكت انفكشن ولا واتيفر. يقوم للطبيب المعالج يغلط الغلطه انه ما يسالهاش في الهيستوري ما اذا كان بتاخد كونتراسبتيف بيلز ولا لا. الكونتراسبتيف بيلز يا شباب هي عباره عن استروجين وبروجستيرون. فالطبيب ما يسالش، يكتب انتي بايوتيك للايه؟ للانفكشن اللي عندها، علشان على امل انه يموت هذه ايه؟ الانفكشن اللي عند الست، سواء في الشيست او في اليورينري تراكت او غيره. اللي هيروح في الرجلين باي ستاندر كده بسموه انوسنت باي ستاندر، اللي هيروح هو هذه البكتيريا هتموت هي كمان بالايه؟ بالانتي بايوتيك. تكون النتيجه ايه؟ الست دي اما انها ما قالتش للدكتور انها بتاخد كونتراسيبتيف بيلز، او الدكتور ما سالش، انما النتيجه هتكون كالاتي: ان البكتيريا فلورا هتموت من الانتي بايوتيك، الست بتاخد استروجين حبايه واحده في اليوم. في الحاله دي بقى ما عادش هيحصل انتيرو هيباتيك سايكلينج، لان البكتيريا اللي كانت بتعمل دي كونجيوجيشن وبترجع الاستروجين ماتت خلاص. تكون النتيجه ان الاستروجين مع اول سايكل من ايه؟ من الديك، من الكونجيوجيشن، يحصل له لص، يخرج كله، كل الكميه تخرج، مفيش حاجه ترجع. بدل ما كان الهاف لايف بتاعته 20 ساعه اصبحت الهاف لايف بتاعته ساعتين 3 4. كانت الست معتمده انها تاخد حبايه كونتراسبتيف بيلز واحده في اليوم بتكفيها، بتعملها بروتكشن طول اليوم. في هذه الحاله تبقى الست عرضه لان يحصل لها بريجننسي في اي وقت، لان خلاص الحبايه اللي بتاخدها فقدت.
ويحصل حاجه كنا بنسميها زمان بريك ثرو بريجننسي، او الحمل المفاجئ الغير مرغوب. اديني فكرتك بالكلام اللي احنا شرحناه زمان في فيديوهات الجنرال. ندخل على الميكانيزم اوف اكشن اوف استروجين. الاستروجين لتاني مره بفكرك ان هو ستيرويد هرمون، يعني اللي هو فيه الرنج دي، ستيرويد هرمون اللي هقوله ده ينطبق على الاستروجين وعلى كل ما هو ستيرويد هرمونز. اللي حضرتك شايفها دي نموذج لخليه من خلايا جسمك، ودي حضرتك النيوكليوس، واحنا كاننا داخلين بايه بتلسكوب جوه النيوكليوس شايفين الدي ان ايه، وحضرتك هتشوف على الدي ان ايه كده جزيئات من البروتين دائما ابدا بتبقى شبكه في الدي ان ايه. اوعى تفكر ان الدي ان ايه شريط كده زي شريط الكاسيت، لا، بيبقى ماسك عليه دائما بروتينات. البروتينات دي هي اللي بتتحكم في عمل الدي ان ايه. هذه البروتينات اللي بيسموها نيوكليار ريسبتورز احيانا او نيوكليار بروتينز هي اللي بتتحكم في الاكسبريشن اوف جينز، ما اذا كانت جينات تشتغل او جينات تتعطل. هي دي البروتينات دي. الاستروجين زيه زي اي ستيرويد هرمون، زيه زي البروجستيرون، زي الكورتيزون، زي التستوستيرون، حتى الفيتامين دي، فيتامين دي كمان هو ستيرويد. كل دول ينطبق عليهم القاعده دي، يجوا على السيل ممبرين يخبطوا، يا اهل البيت يا اللي هنا، ما فيش والله ما فيش حد يرد عليهم، فيدخلوا على طول. يعني الاستروجين ما بيستاذنش، يعني هيخبط ويدخل ايه، يا اهل الدار يا اللي موجود، ما فيش حد والله. يوم يمشي في السيتوبلازم ما فيش حاجه معطلاه، وبعدين يدخل ايه على النيوكليوس يلاقي بروتين مخصص للاستروجين، ربنا خلقه للاستروجين. هذا البروتين اسمه استروجين ريسبتور. يقوم الاستروجين قاعد على الكرسي بتاعه في المكان اللي ربنا عامله له. على فكره الاستروجين بيشبك في مكانين، يعني مكان هنا ومكان هنا. اول ما الاستروجين يشبك في المكان بتاعه يقوم يتغير هذا البروتين، الكونفورميشن شكله الثلاثي الابعاد يتغير اول ما الاستروجين يشبك، وبالتالي يبتدي هذا البروتين يشغل بقى جينات او يعمل ريبريشن لجينز كتير بقى، على حسب نوع الخلية اللي حضرتك بتشتغل عليها، اذا كانت خلايا شعر، اذا كانت خلايا جلد، اذا كانت خلايا ليفر، واتيفر بقى. انت عندك كل الجسم ممكن يستجيب للاستروجين او للبروجستيرون او للتستوستيرون او للكورتيزون، كلهم نفس القاعدة دي، وان اختلف الريسبتور. يعني الريسبتور بتاع الاستروجين مش هو بتاع الكورتيزون، مش هو بتاع التستوستيرون، كل واحد من دول له بروتين خاص يشبك فيه بيسموه ريسبونس اليمنت. استروجين ريسبونس اليمنت، تستوستيرون ريسبونس اليمنت، كورتيكوستيرويد ريسبونس اليمنت، وهكذا. يبقى اذا خلاصه القول ان الميجور افكت اوف استروجين بيشتغل على نيوكليير ريسبتور جوه النيوكليوس، والافكتس اللي يعملها يسموها جينوميك افكتس، يعني هو شغلته جينوميك، بيدخل على طول على الدي ان ايه، يتحكم في الدي ان ايه عن طريق البروتين ده. جم العلماء بعد شويه قالوا طيب بس احنا محتارين، لان احنا اما بندي استروجين لبعض الناس بنلاقي احداث بتحصل سريعه، يعني بعض الحاجات بتحصل immediately، وهذا لا يمكن ان يكون بيتم عن طريق النيوكليير ريسبتور. يعني النيوكليير ريسبتور عشان تشتغل وكده محتاجه وقت عشان تاثيرها يبان، انما كوني مثلا ادي لك استروجين فمثلا يتحكم في الفاسكولار تون بسرعه، يعني الاستروجين مثلا يعمل فازو دايليتيشن وكونستريكشن مع بعض كده في بعض الاماكن وبسرعه، يبقى ده مش ات از نوت جينوميك افكت. تعالوا ندور على حاجه ثانيه، قد يكون الاستروجين له افكت ثاني. لا، وفعلا لو ان الاستروجين ممكن يشتغل في بعض الاحوال على ريسبتور صغير على الممبرين، او احيانا على ريسبتور جوه السيتوبلازم، فالافكتس اللي هيعملها الاستروجين على 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 الريسبتورز دي بقى نون جينوميك، يسموها نون جينوميك افكت. لكنها يا شباب في كل الاحوال ليست هذه هي الميجور افكت اوف استروجين. اذا حضرتك بتسالني انا what is the major effect او biological effect of estrogen، هقول لك 99% من شغل الاستروجين جينوميك على 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 الدي ان ايه ريسبتور، وشويه صغيرين من شغل الاستروجين ممكن يتموا عن طريق نون جينوميك افكت، عن طريق ممبرين ريسبتور او سيتوبلازميك ريسبتور، انما مش ايه، مش ده الاساس. انا بقول لك المعلومه عشان لو جالك في صوره صح وغلط، هل الاستروجين ابسولوتلي بيشتغل على جينوميك؟ الاجابه لا، مش ابسولوتلي، لا، ممكن يشتغل على جينوميك وان كانت قليله، ويعني ما تهمناش قوي، ويعني ما لهاش حس قوي. ندخل على الاستروجين بقى، تاثيراته، الافكتس بتاعته، استخداماته، الادفيرس افكتس. وهقول لك هنا اما ابتدي على تاثيرات الاستروجين او الفارماكولوجيكال افكت، احنا هنا مش هنشرح فيسيولوجي بقى، لان انا يعني هو ده المفروض ان ده دور الفيسيولوجي بقى، انما انا عندي هنا خمس حاجات انا مضطر افكرك بيهم، لان انا محتاجهم، انا كبتاع فارماكولوجي محتاجك تكون فاكرهم. الاستروجين بيعمل حاجه اسمها development of primary sex characters،
واثنين ديفلوبمنت اوف حاجه اسمها سكندري سكس كاركترز. وانا عارف ان انت احيانا وانت بتذاكر الفسيولوجي كده تقعد تشتم فيه ده وتشتم في الناس تقول يا عم احنا مش عارف وتقعد تتلخبط ما بينهم وتزيد الطينه بله بقى لو الممتحن جابك لخبطك فيهم في سؤال ام سي كيو. اولا برايمري سكس كاركترز هي الصفات او الخصائص او الاعضاء التي توجد في جسم الست وليس لها مقابل في جسم الرجل، يعني مش موجوده في جسم الراجل. يعني مثلا الاكسترنال جينيتاليا بتاعت الست، احنا عندنا الجينيتاليا لكن مختلفه. اليوترس مثلا احنا الرجاله ما عندناش يوترس، الاوفري ما عندناش والله اوفري، الفالوبيان تيوبس، المينسترال سايكل، يعني كل دي اشياء توجد في جسم المراه ولا يوجد مثيل لها في جسم الرجل. اذا هي برايمري سكس كاركترز. عيش انت بقى وممكن انت خيالك يروح لحاجات تانية كتير، انما كل القاعده اهي كل الاشياء التي لا توجد في جسم الرجل يعني موجوده في جسم الست وملهاش مقابل عندنا يبقى اسمها برايمري. السكندري بقى هي الاشياء او الصفات او الكاركترز التي توجد في جسم السيده وعندنا نفس الحاجه انما الشكل مختلف، شكلها هنا غير شكلها هنا. ادي لك مثال، مثلا الديستريبيوشن اوف او الفات ديستريبيوشن اللي هو توزيع الدهون في الجسم. احنا عندنا دهون والست عندها دهون، لكن توزيع الدهون عندنا عند الراجل غير عند الست، يبقى اهي ده اسمه سكندري بقى لان موجود هنا وهنا. البريست احنا عندنا بريست والله والست عندها بريست، لكن شكله هنا غير شكله هنا، يبقى برضه اسمه سكندري سكس كاركتر. البيوبيك هير وهكذا. الفويس حتى الصوت، الصوت ما احنا بنتكلم اهو والست بتتكلم، انما صوت الراجل غير صوت الست، يبقى ده اسمه سكندري سكس كاركترز. اديك يعني كده ما تتلخبطش بقى فيهم. نمره 3، الاستروجين بيزود الكلوتنج فاكتورز. هذا الموضوع يهمني جدا لان انا بعد شويه هشرح لك الكونتراسبتيف بيلز واقول لك ان فيها استروجين، والاستروجين بيزود الكواجوليشن فاكتورز فبيعمل جلطات في جسم السيده اذا اتاخد يعني بفترات طويله. بيزود انهي كلوتنج فاكتور انا ما يهمنيش والله، يعني انا مش عايزك تحفظ انهي كلوتنج فاكتورز اللي بيزيد، وانما يعني كتر الف خيرك لو عرفت ان الاستروجين بيزود الايه الفورميشن اوف كلوتنج فاكتور. نمره 4، بيقلل البون ريزوربشن. بيقلل البون ريزوربشن، كلمه ريزوربشن يعني ده ذوبان العظم. العظم بتاع السيده او الست فيه ريسبتورز للاستروجين، طول ما الاستروجين موجود في جسم السيده بليفل كويس عظمها يفضل قوي لان الاستروجين بيمنع البون ريزوربشن. اول ما الاستروجين يبتدي يقل مع في جسم الست بعد سن مثلا المينوبوز اللي هو اراوند ال50 يبتدي الاستروجين يقل، يبتدي الست عظمها يضعف ويحصل لها المرض اللي احنا بنسميها هشاشه العظم او الاوستيوبروزس. نمره 5، الاستروجين له حاجات كتير قوي على السي ان اس والمود وحاجات كده، بدليل انه البنت مثلا في اثناء المينسترال سايكل تلاقي مزاجها بيتغير، تلاقي مثلا استروجين عالي اوقات ويوط اوقات، فتلاقي عندها ايه هرمونال امبالانس. وحتى البنات حافظين القصه دي، عارفين الايه ان الاستروجين الفلكتويشن بتاعه بيغير في المود. الست اللي هي فوق سن الخمسين اللي عندها اللي وصلت للمينوبوز برضو بتشتكي من اعراض زي الدبريشن وكده نتيجه نقص الاستروجين. هو له حاجات كتير جدا، من ضمن الحاجات اللي انا ما كتبتهاش كده وبرضو اللي ممكن نتكعبل فيها بعد شويه، ان الاستروجين يا شباب من الحاجات اللي بتنظم البودي تمبريتشر، يعني هو له دور في موضوع تنظيم البودي تمبريتشر، بدليل ان الست البوست مينوبوزل اللي بتدي الاستروجين ينقص عندها او يحصل له يعني خلل كده هتبتدي تشتكي من حاجه اسمها هوت فلاشز، يعني نوبات من الحراره يعني كده. موضوع بقى نوبات الحراره والبوست مينوبوزل سندروم هشرحه لك في الورقه اللي جايه او في الصفحه اللي جايه على طول. استخدامات الاستروجين هم ثلاث حاجات بس تحفظهم وتحفظش حاجه غيرهم، لان هم دول الثلاث استخدامات الرئيسيين. از هرمون ريبليسمنت ثيرابي في الستات اللي عندهم حاجه اسمها بوست مينوبوزال سندروم اللي هكلمك عنه حالا، يعني الستات اللي هيجوا يشتكوا بقى من اعراض نقص الاستروجين ممكن حضرتك تديها حاجه اسمها هرمون ريبليسمنت ثيرابي. ممكن يستخدم في الهرمونال كونتراسبشن وهو ده الاغلب، يعني اغلب استخدامه هنا. ثم النمر الثلاثه الايه حاجه اسمها ديسفانكشنال يوتراين بليدنج. Dysfunctional uterine bleeding يعني دي مجموعة من الأمراض هتدرسها إن شاء الله في أما توصل تدرس نساء وتوليد. هيدرسوا لك أساتذة الجينيكولوجي إن في حاجة موضوع كبير اسمه إيه Dysfunctional uterine bleeding. الست بتنزف إما بيجي لها مينوراجيا يعني الدورة بتجي لها يعني excessive menstruation، أو إن مثلا البيريود عندها مقطعة أو متلخبطة أو بتتأخر أو عندها severe pain، كل ده اسمه Dysfunctional uterine bleeding. معظم اساتذه النساء والتوليد بيبقى عارف ان هذا نتج من ايه، من خلل في نسبه الاستروجين عند الست،
بيعمل لها ستابلايزيشن، يدي للست استروجين بايه بشكل منظم ومحسوب علشان ينظم لها ايه عمليه اليوتراين ما يحصلش اليوتراين بليدنج. ده الثلاث حاجات اللي انا قلت لك دول، هم دول الثلاث استخدامات الرئيسيين للاستروجين، هم دول الميجور 3 انديكيشنز، وهم نفسهم بالمناسبه استخدامات البروجستيرون لما اوصل له بعد شويه، احفظهم بقى. الادفيرس افكتس بتاعت الاستروجين انا هاجلها شويه لان انا هشرح الاستروجين ده، او يعني احنا هنشرح حاجه اسمها كونتراسبتيف بيلز اللي هي فيها استروجين، فبدل ما اقعد اعيد لك بقى الايه ادفيرس افكت الكتيره خالص خلينا ناجلها للهرمونال كونتراسبتيف. نختم موضوع الاستروجين بالبوست مينوبوزال سندروم. الست اللي قدامك دي ست مثلا وصلت لمرحله الفيفتس مثلا اراوند ال 50، طبعا سن الياس في المراه اللي احنا بنسميه مينوبوز يبتدي من اول يعني متوسط عند 50 سنه، انها ممكن يحصل بدري سنتين ثلاثة، ممكن يحصل متأخر سنتين ثلاثة، انما يعني اراوند الفيفتي تتوقع اي ست تتوقع ان يبتدي يحصل loss of ovarian function، خلاص الاوفري ما عادش بيشتغل وما عادش بيطلع منه استروجين وبروجسترون. تكون النتيجة ايه بقى؟ ان الست تبتدي عند سن الخمسين تشتكي من اعراض كتير، تيجي دايما العيادة تقول له يا دكتور انا ببقى قاعدة فجأة يطلع على جسمي كما لو كان احساس بالحرارة رهيب، يعني احساس بالصهد، ابقى مش طايقة الهدوم بتاعتي فجأة كده. حكاية الصهد اللي بيطلع على جسم الست ده بيسموه هوت فلاشز او هوت فلاشز، تقدر تكتبها بالاي او باليو، يعني هوت فلاشز او هوت فلاشز، هتلاقيني مرة كاتبها لك كده ومرة كاتبها لك كده وهتقراها في كتب كده وكده. ده نتيجة حصل نتيجة ان نقص الاستروجين بيبتدي يعمل خلل في الايه في الفاسكولار تونز، بيحصل فازوموتور سيمتومز على مستوى البريفرال فاسكولار سيستم وعلى مستوى السي ان، يعني الريجوليشن كله متلخبط، فتبتدي الست تشتكي من ايه من نوبات الحراره او الصهد اللي بتطلع لها دي. ممكن تقول لك يا دكتور انا ما بنامش كويس والله، يعني نومي متلخبط، ده انا بنام ساعتين وبقلق وما اعرفش انام تاني. عندها كمان ممكن كارديو فاسكولار بروبلمز، ممكن يحصل لها اسكيميك هارت، ممكن يبقى كمان عندها فاجينال دراينس، عندها اوستيوبوروز، كل الديبريشن، حتى كل الاعراض دي اسمها بوست مينوبوزال سيندروم. كل الاعراض دي يا شباب تتصلح لما ابتدي ايه ادي للست دي استروجين من بره، يسموه هرمون ريبليسمنت ثيرابي. الحاجات دي كلها تتظبط ومزاج الست يبتدي يتظبط وكل حاجه تتعادل. بس هنا بقى في سؤال بيسالوه دايما في الناس اللي يعني داخلين امتحانات معادله اجنبيه، بما ان هذا الموضوع موضوع شائع وبيحصل في 50% من الستات، فدايما امتحانات اجنبيه او المعادلات الاجنبيه بتركز على ما هو كومون، يقول لك كومون از كومون. يسالك السؤال الاتي، يقول لك ايه الست جات لك بالاعراض دي وانت شخصته بوست مينوبوزال سيندروم. السؤال الاولاني، هل مطلوب لها استروجين ولا بروجسترون؟ الاجابه لا، الهرمون الرئيسي في جسم الست اللي بينظم شغلها كله هو الاستروجين، فمطلوب استروجين وليس بروجسترون. يقول لك طيب بس الاستروجين احنا عارفين ان احنا لما هنديه للست عند سن الخمسين او فوق الخمسين هناك خطورة على اليوترس، لان الاستروجين انا اقول لك في الفسيولوجي في الدرس بتاع الفسيولوجي لسه حالا اقول لك ان الاستروجين بيروح يعمل هايبر بليزيا في الايه في الاندومتريوم، بيزود الثيكنس بتاع الاندومتريوم، ففي خطورة على اليوترس. فيقول لك والله بص بقى، بص للست اللي قدامك دي، لو كانت الست اللي جاية تشتكي دي هي اصلا شايلة اليوترس لاي سبب، يعني عملت عملية قبل كده وشالت اليوترس، فمفيش خوف بقى في الحالة دي، انا محتاج استروجين بس، ادي لها استروجين الون لان هو ده المطلوب. اما لو كانت هذه السيده اللي جات لك العياده اليوترس عندها انتكت، يعني ما شالتش اليوترس لاي سبب، يبقى انت ما تعرفش تدي استروجين لوحده، الاستروجين لوحده يعمل مشكله في اليوترس، لازم الاستروجين يتاخد مع ايه مع بروجستيرون. ليه؟ البروجستيرون مع الاستروجين الاثنين مع بعض مش هيحصل اندوميتريال هايبربليجيا، بس مش هيحصل ريسك اوف كانسر، انما استروجين لوحده في ست عندها يوترس انتكت لا في خطوره على اليوترس، ممكن يحصل بليدنج، ممكن يحصل كانسر، ممكن يعني مشاكل كتير. السؤال الثالث بقى الممتحن يسالك فيه، يقول لك طيب وافرض السيده بقى اللي جايه لك تشتكي من البوست مينوبوزال سندروم ده جايه تشتكي بس من الاوستيوبوروز، يعني ما عندهاش الاعراض دي كلها، هي عندها اوستيوبوروزس بس، فمطلوب ان انت تعالجها اوستيوبوروز، هل ممكن تعالج الاوستيوبوروزس بالاستروجين؟ هل ممكن ندي استروجين از ريبليسمنت ثيرابي تو تريت اوستيوبوروزس؟ الإجابة نيفر، اوعى تعمل الحكاية دي، لأ قولا واحدا وقطعيا ما تعملهاش خالص. ست بتشتكي من أوستيوبوروز هنديلها علاج للأوستيوبوروز ليس استروجين، لأن حضرتك لو اديت لها استروجين عشان تعالج أوستيوبوروز زي اللي احنا لسه قايلينه هتدخلها في اندوميتريال هايبربليزيا وريسك اوف بريست كانسر وخلافه.
الاستروجين يعطى فقط للست البوست مينوبوزال اذا كانت بتشتكي من الاعراض الكامله للبوست مينوبوزال سندروم، الاعراض اللي انا قلتها لك، هوت فلاشز مع ديبريشن مع كارديوفاسكولار سيمتومز مع فاجينال دراينس مع كل الحاجات دي. انما اوستيوبوروز لوحدها يعني هي الميجر كومبلين، لا ما نديش ابدا هرمون ريبليسمنت ثيرابي. اروح بقى للبروجستيرون، الهرمون البسيط خالص يعني كلمتين صغيرين، مش هنخرج عن الصفحه اللي حضرتك شايفها دي. هشرح لك في الصفحه دي مصادر البروجستيرون، الميكانيزم بتاعه زي الاستروجين بالظبط، الافكتس بتاعته، استخداماته والادفيرس افكتس، كلمتين صغيرين. نروح بقى الاول كده مصادر البروجستيرون وانواعه في عندنا. البروجستيرون يا شباب اللي حضرتك شايفه ده الناتشرال هرمون اللي بيخرج من الاوفري، اسمه بروجستيرون، اسمه كده. اذا قلت بروجستيرون يبقى انت تعني ناتشرال هرمون. انما وجدوا ان الهاف لايف بتاعته يعني غريبه جدا، البروجستيرون ده لو اديته حتى لو اديته انجكشن يفضل في دم، ما بيفضلش في دم 5 دقائق 5 مينتس ويتكسر يعني يختفي. فاضطروا العلماء يعملوا انواع اخرى من البروجستيرون، سميناها ايه بقى؟ اما تيجي تصنع بروجستيرون سينثيتك ما يبقاش اسمه بروجستيرون، ما تقولش الكلمه دي، يبقى اسمه بروجستين او بروجستوجين، جين يعني شبيه. تاني حضرتك اذا قلت بروجستيرون يبقى انت بتقصد الناتشرال هرمون، انما الحاجات السينثيتك هي ما تتقالش عليها بروجستيرون، يتقال عليها بروجستينز او بروجستوجينز. عندنا ثلاث انواع من البروجستينز، الثلاث انواع المهمين دول، انا جايب لك ثلاث انواع مهمين انما هما برضو 15 ولا 16 واحد. عندنا حاجه اسمها ميدروكسي بروجستيرون اسيتيت، مشهور قوي، بيتعمل حقن، بتستخدم في منع الحمل، حقنه كل 3 شهور اللي هي الميدروكسي ده. عندنا حاجه اسمها ليفو نورجستريل، ده برضو بتحط في احد انواع حبوب منع الحمل. عندنا حاجه ثانيه اسمها نور ايثستيرون، دول ثلاثه مشهورين جدا. عايز تنسى ده يعني اللي هو ليفو نورجستريل يعني عامل معاك مشكله في اسمه، احفظ لي ميدروكسي بروجستيرون، احفظ لي نور ايثستيرون كمثال على الحاجات اللي هي السينثيتك بروجستيرون. نيجي بقى للميكانيزم اوف اكشن، هو زي الاستروجين بالظبط، نفس اللي قلناه على الاستروجين. يجي برضو البروجستيرون يدخل السيتوبلازم، يدخل على النيوكليس، يلاقي بروتين خاص بيه هو بقى اسمه بروجستيرون ريسبونس اليمنت، يشبك فيه ويتحكم فيه في عمل الجينز بتاعه الخلايا بتاعه جسمك، يعني كانه بيشتغل برضو على نيوكليير ريسبتور، والافكتس بتاعته معظمها جينوميك، انما ممكن برضو زي اللي قلناه على الاستروجين ممكن يشتغل برضو على حاجات على السيل ميمبرين من بره نون جينوميك، لكن مش كتير. بالنسبه للافكتس بتاعته بقى، انا يهمني في الاستروجين افكرك باللي انا قلته في الفسيولوجي من شويه. انا في الفسيولوجي من شويه قلت لك ان الرول بتاع البروجستيرون، الرول اوف بروجستيرون او المين رول اوف بروجستيرون ان ذا بودي، انه يحافظ على الاندوميتريوم من الانهيار. الاستروجين استلم الاندوميتريوم في خلال اول 14 يوم، عمل ديفلوبمنت وصل الاندوميتريوم للفول ثيكنس. وظيفه البروجستيرون از تو مينتين ذس ثيكنس اوف اندوميتريوم علشان يخلي الاندوميتريوم جاهز للامبلانتيشن. طول ما البروجستيرون موجود يفضل الاندوميتريوم محافظ على كيانه، ما يحصلوش كولابس ولا انهيار وما يحصلش بليدنج ابدا. انما لو حضرتك جيت قطعت البروجستيرون في اي لحظه من اللحظات يحصل انهيار للاندوميتريوم، اذا كان في زيجوت هذا الزيجوت هينطرد ويحصل ابورشن والست يحصل لها اللي بيسموه withdrawal bleeding اللي هو المنستريشن. يبقى ده دوره is to maintain thickness of endometrial lining. لما نيجي لليوزز اوف بروجستيرون هتلاقي اليوزز اوف بروجستيرون تقريبا نفس اليوزز اوف استروجين، هما دائما يتخلطوا مع بعض، استروجين مع بروجستيرون مع بعض في الثلاث انديكيشن اللي احنا قلناهم. نمرة واحد هرمون ريبليسمنت ثيرابي في السيدة اللي هي بوست مينوبوزال اللي اشتكت من بوست مينوبوزال سندروم واليوترس عندها انتكت وانت خايف يحصل لها مشكلة لو خدت استروجين لوحده، فهتضطر تخلط معاه بروجستيرون. ادا واحد. اتنين في الهرمونال كونتراسبشن زي ما هنشوف برضو يتخلط مع الاستروجين في حاجة اسمها كومبايند بيلز. نمرة ثلاثة ممكن يستخدم بروجستيرون مع استروجين في الامراض او مجموعة الاضطرابات اللي احنا بنسميها منسترال ديستربنس او اللي بيسموها الديسفانكشنال يوتراين بليدنج اللي هي الدورة متلخبطة او البيريود بتيجي اكسسيف او متقطعة او بتتأخر او واتيفر. الدكتور بينظم البيريود عند الست باستروجين مع بروجستيرون مع بعض. انما هو نفسه لوحده يتميز بانديكيشن هو لوحده اللي يقدر يعمله مش الاستروجين.
هذا الانديكيشن يتعلق بانك لو عايز تاخر المينستريشن في اي سيده لاي غرض طبي. يعني مثلا سيده جات لك العياده بتقول لك والله انا ربنا كرمني السنه دي وهطلع احج، بس خايفه يجي لي مينستريشن في ايه اثناء الحج والمناسك تبوظ عليا. طيب والحل؟ عايزه يا دكتور من فضلك تكتب لي حاجه تاخر المينستريشن. انا شرحت لك في الفسيولوجي ان اللي بيأخر المينستريشن وبيحافظ على الاندومتريوم ولا يمكن يحصل بليدنج هو البروجستيرون. طول ما حضرتك بتدي للسيدة بروجستيرون عمر ما يحصل لها منستريشن. هيبقى الطبيب ده دوره انه يدي لها حقنة حاجة فيها بروجستيرون طويل المفعول، هتاخد حقنة سبكوتينيس مثلا تقعد بعد 3 شهور المنستريشن مش هتجيلها طول ما البروجستيرون في دمها عالي كده، عشان السبب اللي احنا قلناه ده. يبقى اذا هذا الاستخدام ما ينفعش تقول الاستروجين بقى، اوعى تقول الحكاية دي في الاستروجين. الوحيد اللي يأخر منستريشن هو البروجستيرون. كأن عايز برضو ألفت نظرك لان البروجستيرون ده هو الهرمون اللي بيفضل محافظ على اليوترس وعلى الاندومتريوم سواء كان في حمل او ما فيش حمل. اول ما ينتهي مفعوله يحصل ايه؟ البليد او الوزدرول بليد. الادفرس افكتس بتاعت البروجستيرون الحقيقه حنينه شويه، مش زي الاستروجين. الاستروجين كان عنيف، كان ممكن يعمل مثلا مشاكل في البريست، مشاكل في اليوترس. انما البروجستيرون هو يعني بيقولوا انه الافكتس بتاعته قريبه من التستوستيرون، يعني البيولوجيكال افكت بتاعته هو والتستوستيرون قريبه جدا، يكاد يكون يعني في بينهم سيميلاريتيز. فممكن يعمل مثلا اكني اللي هي حب الشباب، هيرشوتزم اللي هو الشعر في جسم الست يزيد شويه، ممكن يزود البيجمنتيشن في يعني تلاقي بعض المناطق معينه الجلد يغمق فيها، خصوصا في الناس اللي هم الستات اللي هم الدارك سكند اللي هي اصلا الست لون جلدها غامق، البروجستيرون ممكن يغمق الجلد اكتر. دي مشاكله الوحيده، انما ما بيعملش كانسر، ما بيعملش مشاكل خالص زي ايه؟ زي الاستروجين. كده خلصنا الهرمونز نفسها، ندخل بقى للتطبيق العملي اللي هو الهرمونال كونتراسبشن. كان منطقي ان احنا نشرح الكونتراسبتيف بيلز او نبتديها زي ما الكتب بتبتديها، انها تشرح لك الانواع الاول، تقسم لك ايه تايبس اوف ايه هرمونال كونتراسبشن، وتبتدي تعد لك الانواع 1 2 3 4. فانت من الاول كده تلاقي انواع كتير وحاجات شبه بعض فتتلخبط. انا ما بحبش الطريقه دي. الافضل وانت بتذاكر الكونتراسبتيف بيلز او الهرمونال كونتراسبشن تذاكرها بالطريقه دي، يعني تذاكر الاول الميكانيزم اوف اكشن، الفكره بتاعتها. ان فهمت فكره الهرمونال كونتراسبشن جايه منين او الفكره البسيطه بتاعتها، هيصبح من السهل عليك ان انت تالف ادواع. انت نفسك ممكن تبتكر انواع وانت قاعد كده مع نفسك يعني، فهتفهم الانواع بسهوله. انما لما تقعد تعد لي انواع ودي كومبايند ودي مش كومبايند ودي ما اعرفش مش وانت مش فاهم الميكانيزم ايه، بتبقى صعبه شويه. فنبتدي بالايه؟ بالميكانيزم اوف اكشن. افهم الاول فكره الكونتراسبتيف بيلز وبعدين ندخل على الانواع. مبدئيا لازم تبقى عارف ان كلمه هرمونال كونتراسبشن انت بتدي من بره التو هرمونز اللي هو الاستروجين والبروجستيرون، احدهما او كلاهما، يعني تدي واحد منه او الاثنين مع بعض. ليه بقى؟ الميكانيزم بتاع الحكايه دي او الاستروجين والبروجستيرون هيعملوا الثلاث حاجات اللي قدامك دول، بس هيعمل حاجه رئيسيه، المين ميكانيزم اوف اكشن اللي هو اللي قدامك ده. الشكل ده احنا شرحناه تقريبا واحنا بنشرح الجزء بتاع الفسيولوجي اللي احنا ابتدينا بيه، اللي هو لما شرحت لك حاجه اسمها هايبوثالاميك هايبوفوزيال جونادال اكسس او اوفيريان اكسس. قلت لك ان الاستروجين والبروجستيرون الاثنين اذا زاد الليفل بتاعهم، الاستروجين مثلا اذا زاد الليفل بتاعه هيطلع يعمل نيجاتيف فيدباك على الايه البتويتري، يقول لها خلاص من فضلك ما عدتش تطلع اف اس اتش، ويطلع على الهايبوثالامس يقول له من فضلك ما عدتش تطلع ايه جونادوتروبين ريليزنج هرمون. من الارم الثاني الجهه الاخرى المقابله البروجستيرون لو زاد، قلت لك ده انا كده بشرح فيسيولوجي يعني بعيد الكلام اللي انا قلته، لما البروجستيرون الليفل بتاعه بيزيد بيطلع يعمل نيجاتيف فيدباك على البتويتري برضو على ال اتش بقى المره دي، ويعمل نيجاتيف فيدباك برضو على الهايبوثالامس. العلماء لما فهموا الايه الاكسس ده قالوا طب ما خلاص ما احنا نقدر بقى ايه احنا نعمل احنا ارتفيشال انهبيشن. انا اقدر ادي استروجين وبروجستيرون من بره، ها لما هديهم من بره الليفل بتاعهم هيعلى في جسم الست، هيطلعوا هما الاثنين يعملوا نيجاتيف فيدباك، واحد يعمل نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش اللي هو الاستروجين، والتاني يعمل نيجاتيف فيدباك على ال اتش، والاثنين يعملوا نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالامس. فطالما حضرتك عطلت المكنه من فوق خالص من اول الهايبوثالامس والبتويتري، خلاص كان الاوفري مش هيشتغل، مش هيحصل بقى ديفلوبمنت، مش هيحصل اوفيوليشن، وخلاص انت كده عملت كونتراسبشن بس ايه كانك بتشتغل بسنترال ميكانيزم.
This is the main mechanism of hormonal contraception. باختصار كده هتقول ان الهرمونال كونتراسيبشن بتعمل نيجاتيف فيدباك انهيبيشن اون ذا بيتويتري جونادوتروبين اند اون هايبوثالاميك جونادوتروبين ريليزنج هرمون. هو ده الاساس. نمرة اتنين، ممكن بقى تعمل حاجة تانية اللي بيسموها اندوميتريال تشينجز. وانا بشرح الفسيولوجي برضو في اللي فات قلت لك انه الاندوميتريوم هو بيتكون كده في الايه، في خلال ال 28 يوم اللي هم عمر البيريود عند الست او المينسترال سايكل، بيبتدي يتكون الاندوميتريوم بايه، الاستروجين بيبتدي يكونه، ثم يجي البروجستيرون يحافظ على ايه ما تكون او ما تم بناؤه. طول ما البروجستيرون والاستروجين نورمال ليفل بتاعهم تفضل المنستريشن والاوفيوليشن ما فيش اي مشكله فيهم. انما لما انت حضرتك بتدي من بره استروجين مع بروجستيرون، انت كده بتلخبط النورمال ديفلوبمنت اوف ذا اندوميتريا، فما يحصلش ديفلوبمنت. السكه الطبيعيه اللي كان ربنا خالقها دي مش هتحصل، اللي هو النورمال ديفلوبمنت مش هيخلص. يبقى اذا يصبح الاندوميتريوم غير قابل وغير جاهز وغير مهيئ لاستقبال اي فيرتلايزد اوفا. حتى لو حصل فيرتلايزيشن فالاندوميتريوم يقول لا اسف والله انا مش جاهز لاستقبال اي ما اقدرش والله. الحاجه الثالثه انه ممكن الكونتراسيبتيف بيلز تغير في المنطقه دي اللي بيسموها السيرفكس او سيرفايكال كانال. يحصل حاجه اسمها ايه، بيتزود الفيسكوزيتي بتاعت حاجه اسمها السيرفايكال ميوكس. السيرفكس ده يا شباب المفروض انه السيرفايكال كانال دي حاجة كده رفيعة جدا بتوصل ما بين الفاجينا من تحت وايه وفراغ اليوترس اليوتراين كافيتي، ثم الايه الفراغ بقى بتاع الابدومن من جوه. لو كان هذه الايه الكانال الرفيعة جدا اللي اسمها سيرفايكال كانال مفتوحة كده على طول، كان ممكن الباثوجينز والاورجانيزم يدخل من الفاجينا على اليوترس ويعمل لنا ايه مشاكل ويعمل لنا ابدومنال انفكشن. عشان كده ربنا عامل هنا نورمال بلاج او ناتشرال بلاج، عبارة عن طبقة سميكة من الميوكس قافلة تماما هذه الكنال، قافلة الكونتاكت ما بين فراغ الرحم والفاجينال كافيت عشان ما يحصلش اي اورجانيزم يدخل يعمل مشاكل. هذه الميوكس او الميوكوزال بلاج اللي سد السيرفايكال كانال، من العجيب انها ما تسمحش لاي اورجانيزم خالص بالمرور الا حاجة واحدة بس، السبرم بتاع الراجل. السبرم هو الكائن الوحيد اللي يسمح له باختراق هذه السيرفايكال كانال، انما اي حاجه تانية غير مسموح لها. لما حضرتك بتدي الست كونتراسيبتيف بيلز بيتغير تركيب هذا الميوكس، بيصبح اكثر كثافه، الفيسكوزيتي بتاعته بتزيد بحيث انه ما عادش يسمح لا لاورجانيزم ولا حتى السبرم نفسه عاد يعدي. خلاص يقول لك والله بقى عليا وعلى اعدائي، ما عادش حد هيعدي خالص، لا اورجانيزم ولا حتى السبرم. يبقى ده الميكانيزم بتاع ايه الكونتراسيبتيف بيلز. انت عرفت ان الفكره الرئيسيه ان احنا عايزين ندي من بره الهرمون اللي اسمه استروجين والهرمون اللي اسمه بروجستيرون عشان يعملوا التلات حاجات دول. انما لو بتسالني مين المين ميكانيزم، هو ده اللي هو الايه النيجاتيف فيدباك انيبيشن على البيتويتري اوفيريان اكس. بعد ما حضرتك فهمت النظريه بتاع الكونتراسيبتيف بيلز والفكره الرئيسيه منها، يصبح من السهل جدا عليك ان انت يعني تفهم بقى انواع الكونتراسيبتيف بيلز. احنا عندنا نوعين كبار رئيسيين من كونتراسيبتيف بيلز، نوع اسمه كومبايند بيلز ونوع اسمه بروجستيرون اونلي بيلز. من الاسم كده كومبايند يعني الحبايه فيها استروجين وبروجستيرون مع بعض، بروجستيرون الون يعني الحبايه فيها بروجستيرون لوحده. هنشوف ليه عملوا دي وليه عملوا دي. النوع اللي في النص ده انا عايزك يعني ما تشغلش بالك بيه لانه هو مش نوع ثالث ولا حاجه، دي بس فورمه يعني بدل ما ندي الاقراص عملوها سكين باتش، فسيبها لي دلوقتي بقى خالص. ابتدي بالنوع الاولاني اللي هو الكومبايند بيلز، اكبر بس الجزء ده كده عشان اقول لك ايه الفكره جت منين. الفكره جت من انه العلماء اول ما جت في ذهنهم فكره الكونتراسيبتيف بيلز ان هم يدوا بروجستيرون مع استروجين للست عشان يعملوا نيجاتيف فيدباك على البيتويتري وعلى الهايبوثالامس، عملوا الشكل ده. جابوا الشريط الدواء حطوا فيه 28 قرص، قالوا نتقسم اسابيع كده، ادي اول اسبوع 7 ايام و7 ايام وهكذا، دول اربع اسابيع اهم. هنجيب التابلت نحط فيه استروجين وبروجستيرون الاثنين، يعني كل تابلت زي بعضه كده، استروجين وبروجستيرون زي بعضهم زي بعضهم. الست هتاخد حبايه يوميا، حبايه واحده لمده 21 يوم، ودي قاعده في كل الكونتراسيبت الهرمونال كونتراسيبتيفز، ممنوع تدي هرمونال كونتراسيبتيفز لست يعني حبايه كل يوم لمده 28 يوم. غلط، 21 يوم بس. ليه؟ علشان تسيب لها اسبوع، الاسبوع ده فاضي، يعني الحبايه اللي بالرمادي دي معناها ان يعني دي حبايه فولس ما فيهاش هرمونز ولا حاجه، تديها فرصه ان اليوترس يرتاح من الاستروجين
وتديها فرصه ان يحصل لها حاجه اسمها ويزدرول بليدنج، يعني انت لازم تقطع الهرمونز بقى عشان اليوترس اللي كان كونجستد ده يتخلص من ايه، من الاندوميتريا، من الايه اللي حصل له ثيكننج ده، عشان ما يحصلهاش كونجشن ومشاكل. اذا القاعده بتقول ان الست هتاخد حبايه يوميا لمده 21 يوم وهتبطل الاسبوع الاخراني ده، يقوم يحصل لها ويزدرول بليدنج كما لو كان النورمال منستريشن. يعني اللي حضرتك شايفها دي اول تابلت العلماء عملوها وسموها مونوفيزك. مونوفيزك ليه؟ اللي هو الاسم ده مونوفيزك بيلز جايه من الشكل اللي حضرتك شفته. الشكل اللي حضرتك شفته ده عباره عن التابلتس دي، انت شايف كده ان كلها شبه بعض، يعني ال21 قرص كلهم يحتوى على استروجين وبروجستيرون بنفس النسبه، مفيش خلاف. يعني القرص الاولاني ده زيه زي الثاني زي الثالث زي الرابع، الستة تاخد قرص كل يوم كل يوم كل لحد 21 وتبطل. بما ان القرص هو نفسه تركيب واحد في ال21 يوم، فسموا النوع ده مونوفيزك بيلز، يعني ايه، هو نفس القرص ما تغيرش. انما جم بعد شويه قالوا لا، احنا ممكن بقى نعمل تطوير احسن، يعني نعمل يعني حاجه افضل. ايه بقى الافضل يا سيدي؟ قالوا هنعمل حاجه اسمها مالتي فيزيك بيلز. ايه بقى المالتي فيزيك بيلز؟ قالوا احنا هنغير بس تغيير بسيط علشان نقرب من الفسيولوجي اللي ربنا خلقه، علشان ما نعملش مشاكل كتير. يعني مثلا احنا عارفين ان الست عندها في الاسبوع الاولاني او في الفتره الاولانيه من البيريود الاستروجين هو الدوميننت، فنعمل لها الاقراص اللي هتاخدها في اول اسبوع استروجين الو عشان نبقى ماشيين مع النورمال اللي ربنا خلقه. ثم في الاسبوع الثاني نبتدي الاقراص تبقى ايه، استروجين وبروجستيرون. ثم الاسبوع الثالث تبقى استروجين بتاع ده بروجستيرون فقط زي ما ربنا عامل بالظبط. ونيجي على الاسبوع الرابع زي ما اتفقنا نسيبه خالص من غير اي حاجه، ندي بلاسيبو كده اقراص فاضيه عشان الست يحصل لها ويزدرول بليدنج. كده حضرتك اديت كام نوع من الاقراص؟ اديت ادا نوع اللي فيه استروجين لوحده، ادا نوع اللي فيه استروجين وبروجستيرون، ادا نوع اللي هو الاسبوع الثالث، كل واحده بنديه اسبوع، ادا اسبوع، ادا اثنين، ادا ثلاثه، كانك اديت ثلاث انواع من الاقراص. فسموا الحكايه دي بقى ايه؟ ما هياش مونوفيزك بقى، ما تنفعش، يبقى اسمها ايه؟ تراي فيزك. فهتقراها في كتب تراي فيزك وكتب ثانيه تكتبها مالتي فيزك، ما تفرقش معانا التسميه، انما تبقى عارف الفكره جت منين. رجعت بعض الستات بقى بداوا ايه يشتكوا من ان يا دكتور انا بنسى الحبايه كل يوم، انا معرفش ايه، لدرجه ان دكاتره النساء والتوليد بيقفلوا تليفوناتهم ويعني ايه بيسيبوا المهنه عشان الحكايه دي. كل شويه واحده تقول لك يا دكتور طب انا اعمل ايه يا دكتور، انا نسيت الحبايه امبارح، انا معرفش ايه. فرجعوا العلماء قالوا طيب هنريحكم خالص، بدل ما نعمل الحكايه دي اورال وبتنسوا وبتتلخبطوا، بدأوا الأول بدأوا يرقموا الإقراص، يعني يحطوا على كل قرص يوم، يعني أدى اليوم أدى، عشان الست حتى إذا نست تقدر تعد إيه الأيام، يعني تقدر تاخد فكرة يعني أنهي، يعني هي نست النهاردة ولا لأ. حتى بعد ما رقموا الإقراص بالشكل ده برضو الستات بينسوا وبيلخبطوا، فقالوا طب خلاص هنعمل لكم الإقراص دي في صورة سكين باتش. سكين باتش يعني هو نفس التابلت بالظبط، لكن بدل ما هو تابلت هتبلعيه هتحط سكين باتش. سكين باتش دي تفضل فتره طويله في جسمك. ممكن نعمل لك نوعين من السكين باتش، ممكن السكين باتش دي يبقى النوع الاولاني ده، يعني ال21 قرص دول بدل ما تاخديهم حضرتك قرص يوميا هنحطهم لك كلهم في سكين باتش واحده تلزقيها بقى كده، تفضل 3 اسابيع وتشيليها حضرتك بعد 3 اسابيع خلاص، عشان الاسبوع الاخراني ده اللي هو الرابع احنا متفقين لازم يبقى هرمون فري. ده نوع سموه ايه؟ سموه سكين باتش. رجعوا قالوا طب ما احنا ممكن بقى نعمل كمان النوع ده في صوره سكين باتش، بس يبقى في الحاله دي السكين باتش هتبقى الست هتلاقي العلبه اللي هي بتشتريها فيها ثلاث انواع من السكين باتش. نوع متلون بالاحمر هتلزقه في ايه؟ ها؟ في الاسبوع الاولاني بعد الايه؟ بعد المنستريشن على طول تلزق الايه؟ اللزقه دي. اسبوع هتشيلها تلزق اللزقه الثانيه اللي هتبقى فيها استروجين وبروجستيرون، وبعدين اسبوع وتشيلها، والاسبوع الثالث هتلزق اللزقه اللي فيها بروجستيرون الون، وبعدين يخلص الاسبوع الثالث هتشيل. يبقى هي كده ايه استخدمت ثلاث سكين باتشز بس، برضو افضل شويه من انها تاخد قرص كل يوم. عموما سواء كان ده او ده، يعني دي طريقه بس، يعني دي طريقه لانك انت تحسن الكومبلاينس والناس ما تزهقش من الحبايه اللي كل يوم ويتلخبطوا. رجعوا بقى اخترعوا لنا النوع بقى اللي انا عايزك تاخد بالك منه، اللي هو بروجستيرون اونلي بيلز، او تقولها افضل بروجستين اونلي بيلز. بروجستين يعني بروجستيرون الون. السؤال اللي هيجي في ذهنك، هل البروجستيرون الون لوحده يقدر يعمل كونتراسبشن؟ اجابتي اه طبعا يقدر يعمل كونتراسبشن. ليه؟
لان ما احنا شفنا في الفسيولوجي من شويه، شفنا ان الاستروجين بيطلع يعمل نيجاتيف فيدباك على الاف اس اتش. طب والبروجستيرون بيطلع يعمل نيجاتيف فيدباك على مين؟ على ال اتش. طب هو مين اللي مهم بالنسبه، مين اللي مهم بالنسبه للست؟ مين اللي بيعملها اوفيوليشن؟ ال اتش. اذا البروجستيرون الون لوحده يقدر هو لوحده يعمل نيجاتيف فيدباك على البيتويتري، ويقدر يعمل نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالاموس ويمنع الاوفيوليشن، ما فيش اي، ويمنع حتى يفضل اليوترس يعني ما يحصلش حتى يوتراين بليدنج خالص، فالوحده كافي، لكن مش بكفاءه الكومبايند بيلز. يعني حضرتك لو بتسالني من هو الاكثر كفاءه فعلا في الكونتراسبشن، هي الكومبايند بيلز، وافضل نوع هي دي الترايفيد، هو ده افضل نوع. انما احنا بنضطر بقى احيانا ندي الست بروجستيرون الون في بعض الحالات. يعني انت دلوقتي بعد ما سالتني هل البروجستيرون ينفع لوحده، اه اديني جاوبتك، ينفع لكن مش بكفاءه الاستروجين اللي هو الكومبايند بيلز. ايه اللي جابرني بقى ان انا اعمل بروجستيرون الون اللي هو ليس افيشنت عن الكومبايند بيلز؟ اللي جابرني والله حاجات، بعض الامور. نمرة واحد، بعض الستات ما يقدروش ياخدوا كومبايند بيلز اللي فيها استروجين لان الاستروجين عامل لهم مشكلة. قد تكون الست دي مثلا جالها مرة تيومر في البريست وربنا كرمها وشالت التيومر وما حصلهاش ريكارنس، يصبح من العبث ومن الحمق ان حضرتك تديها استروجين، لان الاستروجين ممكن يعمل لها يعمل مشاكل، يعمل ري اكتيفيشن للتيومرز او يعني او السكندرز كانت مختفيه. اذا الاستروجين بيحط ريسك او بيعمل لنا ريسك بالنسبه للبريست كانسر. الحاجه الثانيه، الست اللي عند اللي هي لاكتيتنج او نيرسنج، او الست اللي هي بترضع طفل صغير او بترضع انفانت، الست اللي بترضع ما تقدرش تاخد استروجين برضو، لان الاستروجين بينزل في البريست ميلك وهيعمل كومبليكيشن لهذا الانفنت اللي هو اللي بيرضع منها. انما البروجستيرون لا، يعني اكثر امانا. فالست اللي هي لاكتيتنج اللي جات لك العياده بتقول لك يا دكتور انا عايزه وسيله منع حمل لكن انا مشكلتي ان انا برضع طفل صغير، يبقى انت ما تقدرش تكتب لها حاجه فيها استروجين، لازم تكتب لها حاجه فيها ايه، بروجستيرون الون وليس استروجين. ايوه هو ليس افيشنت لكن هو ما زالش قادر على الكونتراسبشن، ما زال قادر. عمله الاول الاقراص اللي حضرتك شايفها دي، نفس الاقراص اللي كانت 21 قرص دول، وبنبطل الاسبوع الاخراني، يعني ادى اسبوع ادى اتنين ادى ثلاثة ونبطل اسبوع، لكن الفرق الوحيد ان دي الاقراص دي كلها ما فيهاش غير بروجستيرون الون لوحده، فدي ادى نوع اسمه بروجستيرون اونلي بيلز. رجعوا طوروا الحكايه شويه، قالوا طب احنا ممكن بقى ندي بروجستيرون طويل المفعول، فعملوا حاجه اسمها ميدروكسي بروجستيرون اسيتات، نوع من البروجستيرون طويل المفعول، عملوه في صوره انجكشن زي اللي انت شايفها دي. الست بتاخد الانجكشن دي سبكوتينيوس، تفضل عامله لها كونتراسبشن لمده 3 شهور كاملين. دي الحقن اللي موجوده في بعض الوحدات اللي هي البرايمري كير يونتس اللي هي بيستخدموها الستات لمده، تقول لك انا عايز يا دكتور انا مش عايز حاجه اورال بتتعبني مش عارف ايه، بنديها الحقنه دي اللي هي بتفضل 3 شهور. رجعوا عملوا حاجه مور ادفانسد، عملوا ايه بقى، عملوا جابوا البروجستيرون حطوه بكونسنتريتد فورم وعملوا حاجه اسمها امبلانت. امبلانت يعني حاجه كده زي الكبسوله بتتزرع تحت الجلد، تفضل تدي للست بروجستيرون ايه طول النهار طول النهار لمده قد ايه بقى، 3 ييرز، 3 سنين. يعني ده 3 شهور، ده يفضل يعمل لها كونتراسبشن لمده 3 سنين، او اذا هي حبت انها بقى خلاص عندها رغبه في في الكونسبشن والبريجننسي، تقدر تشيل الكبسوله او الدكتور يشيل لها الكبسوله، خلاص هيرجع النورمال فانكشن بتاعه اليوترس والدنيا ترجع زي ما كانت. رجعوا عملوا بقى حاجه جديده اسم، او مش جديده يعني حاجه كده ايه يعني فاني، اسمها ايمرجنسي بيلز. ايمرجنسي حتى من اسمها كده، يعني الحبايه بتاعه الطوارئ. يقول لك مثلا ايه، احنا دور الطب انه يحل المشاكل، دور الطب مش انه يناقش امور جدليه، احنا عايزين احنا كاطباء دورنا في مشكله نحط لها حل. في مشكله مثلا ان احيانا ست مثلا حصل سيكسوال كونتاكت بينها وبين جوزها وهي ما كانتش عامله حسابها، ما كانتش واخده وسيله منع حمل، وجت والله قالت لك والله انا خايف انا مش عايزه بريجننسي انا قلقانه من موضوع البريجننسي. فالعلماء عملوا لها نوع من التابلت بسموها ايه بقى، سموها ايمرجنسي بيلز، سموها بوست كويتال بيلز، سموها مورنينج بيلز او مورنينج افتر، كل دي اسماء هتلاقيها في الكتب. الست ممكن تاخد بعد السيكسوال كونتاكت هذه الحبايه يعني في خلال 3 ايام، يعني ممكن اليوم اللي بعده واليوم اللي بعده، خلال 3 ايام هذه الحبايه اللي هي حبايه واحده على فكره، يعني وان تابلت، هذا الوان تابلت يحتوي على نوع من البروجستيرون، نوع قوي جدا من البروجستيرون اسمه ليفو نورجسترال.
هذا الليفو نورجستريل موجود بكميه كبيره في هذا التابلت، بحيث ان الست لما تاخد الحبايه دي على طول يقبل البروجستيرون، طلع عامل انميديت نيجاتيف فيدباك على البيتويتري، يمنع ال اتش انه يخرج، يمنع الاوفيوليشن. هتسال انت سؤال، طب افرض الست ايه اتاخرت مثلا يوم ولا حاجه وكان حصل اوفيوليشن فعلا، برضو ما زالت هذه الاقراص قادره على انها تمنع الامبلانتيشن، يعني حتى لو كان الاوفم خرجت من الاوفري وحتى لو كان حصل لها فيرتلايزيشن، انما مش هيحصل لها امبلانتيشن خالص طول ما ايه الليفو نورجستريل ده هيمنع الايه حكايه الامبلانتيشن دي. طبعا هما العلماء بيقولوا الست تقدر تاخد الحبايه دي في خلال 3 ايام، انما ممكن بعد كده بقى 4 ايام او 5 ايام لا تبقى يعني كل ما هتتاخر كل ما فعاليتها هتبقى خلاص كان ملهاش لازمه يعني. دول الاربع انواع من الكونتراسبتيف بيلز اللي يحتوي على بروجستيرون الون، ارجوك تعرفهم لان بيجي فيهم اسئله. البيلز العاديه اللي فيها بروجستيرون، الحقن اللي بتتاخد كل 3 شهور اللي فيها ميدروكسي بروجستيرون، الامبلانت اللي فيها بروجستيرون بتتحط كل 3 سنين، الحبايه اللي فيها ليفو نورجستريل اللي هي بسموها بوست كويتال او مورنينج افتر بيلز. نيجي بقى للايه، خلصنا الانواع، نيجي للادفيرس افكتس اوف كونتراسبتيف بيلز. الادفيرس افكتس الحقيقه لو حضرتك بتذاكر من اي كتاب كده هتلاقي معظم الكتب اللي الاجنبيه الكبيره بتستهون بيها، او مش بتستهون يعني ما بيحبوش يقلقوا الناس، لانه انتوا عارفين انه الغرب عموما يعني هو يعني بيشجع موضوع يعني عدم الخلفه، يحبوا الناس تاخد كونتراسبشن. فاذا لو هو لو كل كتاب كبير كده قاعد يعد الادفيرس افكتس الناس هتخاف. فانت هتفتح اي كتاب هتلاقي الكتاب طويل عريض، مثلا ممكن كتاب 1500 او 1600 صفحه، وتيجي على الجزء بتاع الادفيرس افكتس تلاقي الراجل ايه ما قالش حاجه خالص، قال لك ده كلام فاضي وحاجات بسيطه وما تخافوش، وكان الموضوع بسيط خالص يعني، علشان يعني يشجعوا الناس. لدرجه حتى الكونتراسبتيف بيلز اللي انا شرحتها لك دي بتتصرف في كتير جدا من الدول وذاوت بريسكريبشن، يعني الست بتروح تشتري كونتراسبشن كده ما الطبيب الدكتور الصيدلي ما يسالهاش، ما يقولهاش انت يعني فين الروشته الطبيه، ما يسالهاش. اذا احنا بقى نقول الايه الادفيرس افكتس بلا مبالغه، احنا مش هنبالغ، احنا نقول اللي بيحصل فعلا الحاجات اللي ايه اللي وده اكتر حاجه احنا كنا بنسال فيها الطلبه بالمناسبه، ان احنا يهمنا ان حضرتك تعرف المشاكل، يعني المشاكل اللي جايه من الكونتراسبتيف بيلز. اول مشكله او اول حاجه هتحصل اللي هي الكارديو فاسكولار افكت، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا، يليها الحاجات اللي على مستوى السي ان اس، ثم الحاجات اللي على مستوى الجي اي تي، ثم الاندوكراينال، كل دي يعني لسه هنعد ده تايتل هنعد تحته حاجات، واخر حاجه خالص هنتكلم كلمتين على علاقه الهرمون الكونتراسبتيف بيلز بالكانسر بالبريست كانسر. نبتدي بالكارديو فاسكولار افكت، اند ذيس از ذا موست امبورتنت افكت بالنسبه لنا. يحصل حاجتين مهمين جدا، هايبرتنشن وفلويد ريتنشن. منطقي لان الكونتراسبتيف بيلز عباره عن ستيرويد هرمونز، وانت عارف ان اي حاجه ستيرويد في الدنيا بتعمل سولت اند ووتر ريتنشن، فالست هتشتكي ان ضغطها بيعلى وايه وجسمها بيورم، ادي حاجه. اتنين، الاخطر بقى ان يحصل لها كلمه ثرومبوتيك كومبليكيشنز. ثرومبوتيك يعني جلطات، والجلطات تحصل اكتر في الساقين، يعني دايما في الايه في الجزء السفلي اكتر. انا قلت لك من شويه ان الاستروجين، انت عارف المعلومه دي انت عارفها، انا قلتها لك من شويه، انا بشرح استروجين اللي هو ان الاستروجين بيزود الفورميشن اوف كلوتنج فاكتورز، انما في حاجتين انا خبيتهم عليك هقولهم لك دلوقتي تحفظهم بقى بالمره. بالاضافه لموضوع الكلوتنج فاكتورز، الاستروجين كمان بيعمل اندوثيليال دامج، يعني يجي على الجدار بتاع الايه الارتري من او الفين، اللايننج بتاعه من جوه اللي هو الناعم ده يعمل له دامج، فيصبح اللايننج طالما اصبح فيه دامج يصبح من السهل ان تيجي بليتلت تلزق فيه وتعمل جلطات، فبيعمل حاجه اسمها اندوثيليال سيل بروليفيريشن، يعني بيزود الايه البروليفيريشن بتاع الاندوثيليال سيلز وبالتالي بيعمل دامج. ثلاثة، الاستروجين يا شباب بيبطئ الايه السيركيوليشن، بيعمل نوع من الاستاجنيشن. كلمه استاجنيشن يعني يخلي الدوره الدمويه بتركن. الست اللي بتاخد كونتراسبتيف بيلز وهي قاعده كده معظم الدم بيبقى راكن في الرجلين وما بيتحركش زي ايه يعني زي الطبيعي. هذا الموضوع اللي اسمه فينوس ستيزس، ستيزس يعني الدم يركن، استاجنيشن. دول 3 مصايب، يعني 3 حاجات دول لازم يؤدوا الى كاتاستروف، كونك ان الدم يبقى بطيء حركته بطيئه، وكون الاندوثيليوم فيه دامج، وكون الكلوتنج فاكتور زادت. الثلاث حاجات دول مجتمعين كده ها اجتماعهم هيعمل جلطات مؤكد. بيقولوا بقى ان فرصه الجلطات دي يعني برضو عشان الناس يعني ما تترعبش قوي،
بيقولوا هذه فرصة الجلطات بتبقى أكتر في الستات اللي هم فوق 35 سنة والسموكرز. يعني كل ما كانت الست سنها فوق 35 سنة اللي هي بتاخد كونتراستيف بيلز وكل ما تكون بتدخن كتير كل ما كان فرصة الجلطات تبقى أكتر عندها. يبقى إيه يعني دايما السؤال بيجي كده، يعني السؤال بقى مشروط يقول لك لا هي ست كبيرة في السن وبتاخد كونتراستيف بيلز وبتدخن، إيه اللي محتمل يحصل لها ثرومبوتيك أو فينس ثرومبو إمبوليزم. نيجي بقى للسي ان اس افكتس، اكتر حاجه تحصل للستات اللي هو الميجرين هيدك اللي هو الصداع النصفي، لدرجه ان احنا بننبه بنقول يا اخوانا اي ست بيجي لها صداع نصفي ما تكتبلهاش كونتراست بيلز ابدا، لان انت عارف ان الاستروجين، انا قلت لك جايز او جبت السيره او جايز يعني ما اعرفش ان كنت جبت السيره ولا لا، قلت لك ان من ضمن حاجات الاستروجين بيعملها انه ساعات بيغير في الفاسكولار تون، يعني بيخلي الفاسكولار تون يحصل دايليتيشن وكونستريكشن، دايليتيشن كونستريكشن. لما ده يحصل في البرين حكايه الدايليتيشن والكونستريكشن الفلكتويشن ده اللي هو الدايليتيشن مع الكونستريكشن مع بعض باستمرار كده ها دايليتيشن كونستريك يحصل الميجرين هيدك ده، ادي السبب في ايه في الميجرين اللي هو الفلكتويشن. ممكن يحصل مود تشينجز، يعني بعض الستات لما بياخدوا كونتراسبتيف بيلز بيحصل لهم بقى ديبريشن، المود بيتغير، الدنيا بتتلخبط، ممكن لان الاستروجين له حاجات كتير قوي على السي ان اس. بالنسبه للجي اي تي افكتس بيحصل نوزيا وفوميتنج وبريست تندرنس، ماشي عدي لي دي مش خطيره قوي على فكره، هي كومن قوي ان الستات اللي بياخدوا كونتراسبتيف بيلز يقول لك يا دكتور الحاجات دي بتعمل لي غمامان نفس، مع الوقت يعني بتتحسن الحكايه دي وبتختفي فما فيش فيها مشكله. ممكن شويه بريست تندرنس برضو بتختفي مع الوقت، انما المشكله بقى ان ممكن الكونتراسبتيف بيلز تعمل جول ستونز، تعمل حصوات في المراره، والست اللي عندها حصوات في المراره ما تاخدش ابدا كونتراستيف بيلز. ليه حصوات في المراره؟ الاستروجين والبروجستيرون الاثنين هما ستيرويد هرمونز، ولو انت شاطر في الكيمياء هتعرف ان الكوليسترول كان برضه هو ستيرويد هرمون شبهه. اذا الهرمونز اللي هي الاستروجين اللي بتدان بره دي بيتحول جزء منها الى كوليسترول، والكوليسترول بينزل في الايه في البايل، الكونسنتريشن بتاعه تزيد، السوليابيليتي تقل، يحصل له كريستاليزيشن على بعض ويعمل ستون، يعمل كوليسترول جول ستون. هو ده السبب. الاندوكراينال افكت بقى برضو شائعه وبرضو بنخاف منها. اول حاجه امبيرد جلوكوز توليرنس، يعني السكر يعلى. اتنين ممكن يحصل ويت جين، ويت جين ليه؟ نتيجه الفلويد ريتنشن، الميه اللي محبوسه في الجسم دي. ممكن يحصل منسترال ايريجولاريتيز، يعني تلاقي الست اللي بتاخد كونتراستيف بيلز ممكن يحصل لها لخبطه في البيريود، تلاقي البيريود مثلا سبوتنج بليدنج، ممكن يحصل بليدنج فجاه، ممكن بليد يتاخر، المهم لخبطه وخلاص. ممكن يحصل بين مع سيفير بين مع المنسترويشن، ممكن كل دي حاجات متوقعه. ممكن في الاخر بقى كمان يحصل ان البروجستيرون ده بما ان هو شبه التستوستيرون شويه في الايفكت، بعض الستات يشتكوا زي ما قلت لك انه ممكن يعمل لها اندروجينيك افكتس، اكني مثلا، هيرشوتيزم، ممكن يعمل يزود البيجمنتيشن زي ما قلت لك في الايه في الستات اللي لون جلدهم غامق بالطبيعه. دي كلها اندوكراينال كده، الحاجات دي يعني تهتم بيها وتاخد بالك منها، ويعني وكلها تعتبر كونترا انديكيشنز، يعني مش محتاج اقول لك بقى الست اللي عندها سكر ما تاخدش كونتراستيف بيلز، الست اللي وزنها زايد وعندها اوبيزيتي ما تديهاش، الست اللي عندها حصوات في المراره اوعى، الست اللي عندها اشتكت قبل كده مره ان جالها جلطه في الساقين او كوروناري او حاجه في البرين اوعى تيجي ناحيتها خالص بكونتراستيف بيلز. نختم بقى بالموضوع بتاع الكانسر ده. احنا عندنا قاعده بتقول ان الاستروجين زياده الاستروجين بتعرض البريست والاندوميتريوم، الاثنين دول بتعرضهم لانواع من الكانسر. ممكن يحصل انواع من كانسر بريست وانواع من الاندوميتريال كانسر نتيجه الاستروجين، فده ريسك. طبعا الكتب الكبيره زي ما قلت لك بتقلل جدا من هذا الريسك، قول يا اخوانا ده حاجات نادره قوي وما بتشوفهاش ما تخافوش، انما يظل ريسك، يظل على الاقل يا اخي اديني بنبهك على الاقل عشان ما تكتبش كونتراسبتيف بيلز لوحده عندها هيستوري اوف كانسر، يعني جالها وربنا كرمها وتعالجت، ما تجيش بقى انت حضرتك تكمل عليها بايه بهرمونز ممكن تعمل لها اكتيفيشن لانذر كانسر. فتاخد بالك من الخمس حاجات دول، ودي الحاجات اللي بيسموها ابسوليوت كونترا انديكيشن. بالمناسبه all adverse effects of contraceptive pills are considered absolute contraindication، زي ما قلت لك ممنوع التهاون مع اي حاجه من دي. اوعى تهزر، اوعى تهزر مع واحده قبل كده جالها كانسر بريست، او تهزر مع واحده عندها حصوه في المراره، او عندها جالها مش عارف ثرومبوز، او عندها هايبرتنشن. ممنوع الهزار مع اي كاتيجوري من هؤلاء السيدات.